عود وتدخل الدفاع ثم غازي محاولة التسديد ولكن بعيدة تماما عن الإطار كما جاءت. لحد الآن التصويبة الوحيدة كانت من حشود، أخطر فرصة من جانب المولودية كانت من حشود من كرة ثابتة، تألق هذا الحارس المول أمام الخضيرية في إبعادها بصعوبة عن الإطار. بعد ذلك لم نشاهد الكثير. وأيضا بالنسبة للوفاق قريب اللعب متمركز في وسط الميدان ونحن نقترب من الدقيقة العشرين، ثم الانطلاقة من هناك داخل منطقة العمليات صعبة هذه للوفاق. الآن كرة أرضية، هدف ثاني من قراوي. الوفاق في الدقيقة العشرين يتمكن عن طريق هذا اللاعب قراوي من إضافة الهدف الثاني، وفرحة قراوي والمدرب المساعد يحمي الاسم بستو أدري ماذا قدم لنا كميل، ماذا يعني بالنسبة لقراوي وفرحة قراوي والهدف الثاني. سيناريو لم يكن منتظر بعد مرور الدقيقة العشرين. الوفاق متفوق في النتيجة رشيد بهدفين لصفر، هدفين يعني مستحقين. شوف الانطلاقة، شوف الكرة ثلاثية، لعبي نعم. يعني لعب جد يعني جيد. كرة ثنائية، انطلاقة على الجهة اليمنى، شدنا الهدف الأول كان على الجهة اليسرى، هذا الهدف على الجهة اليمنى. واحد اثنين ثم متابعة، واللاعب لم يقذف الكرة لأنه رأى بأن زميلين يعني متقدمين، لم يقذف وأعاد الكرة إلى الخلف، وبكل سهولة اللاعب قراوي يضيف الهدف الثاني. كرة اللعبة جيدة ونسج خططي جيد مكن الوفاق من إضافة الهدف الثاني. نقدر نقول الوفاق وكأنه هدى اللعب ثم بغت دفاع المولودية في لقطة سريعة جدا. نعم، لأن فريق المولودية انطلق نوعا ما إلى الهجوم وأعاق الوفاق، والوفاق أصبح يعتمد على ثغرات المولودية التي حاول لاعبها الانطلاق نوعا ما إلى الأمام، وبإضافة اللاعب يشير في الخط الأمامي إلى جانب جليط، ولكن الوفاق سريع جدا في حملاته الهجومية المعاكسة، وهو ما سمح له بتسجيل الهدف الثاني. ولا أحد يتمنى أن يكون مكان ألان جيجير كما كنا نشاهد في الصورة، عكس نور خير الدين المضوي مساعد مدرب الوفاق بأكثر راحة، أكثر راحة، وفريق متفوق في النتيجة بهدفين لصفر بعد مرور 21 دقيقة. الوقت اللي فيه الاحتجاجات على الحكم المساعد، ولاعب من الوفاق وقع على أرضية الميدان وهو اللاعب زيتي، المدافع زيتي. نتمنى أن تبقى الأمور في إطارها الرياضي، لأن مباراة هي مباراة كرة قدم 90 دقيقة فقط، ويبقى زيتي يعاني، ولو أن بداية الوفاق هذا الموسم فوق أرضية ميدانه صعبة.